لا ولكن مسلمة بالشعر والله لو كانت الأيام في قبضتي لا أدريتها لكم مثل الرمال. أقولش أكثر من هكذا في بركي. كما أتعهد كذلك بأن نتعقب يعني أنا في بلدي الثاني أنا فرحانة برشا ياسر قوي كتير اللي أنا في مسقط. أقولك يعطيك الصحة أبدعت وصلت للواقع عديت المساج حلو برشا شدت الجمهور ساعتين كاملين الجمهور يتفرج. يعطيك الصحة وجيها وصلت يعطيك الصحة الله يستر حالكم. يعطيك الصحة للبرمجة تاع المهرجان كلها للعروض اللي تعداو والليلة كان حقيقة عرض متميز مشكورة وجيه بندوبي اللي فريمون أبدعت. والله نشكر المهرجان ساعة طارت كان ممتاز من المنطقة ممتازة وراو يلزمنا ندعموا الثقافة في مدينة رادس وزينة ما يلحقوا وجهة عقود على البلاد. عرفت طالب العادة أنا نجم نقول المسرح تاع رادس مسرح تاع رادس من أحسن المسارح في ولاية بن عروس من ناحية التنظيم من ناحية المسؤولين من ناحية الإعلام حاجة خارقة العادة ما كانتش تصير خاصة الإعلام كان مدفون بكل صراحة. السناء الإعلام ذا حظه وعمل الحاجة بساس بخير. العرض كما تمنيناه طلع عرض ممتاز خارق العادة سلام لاباس لا مع انتهاء البرنامج هذا كان كما يقولوا خد مسك الختام. الحمد لله الحمد لله. حابين نعاود العرض نتاع لطفي عبدلي دونك حابين نشرموا الراد سيبقى ناقص عرض حاجه جبنا وجهه جندوبيه كما رينا عجب الناس الكل وعملت مستوى الموتيفاسيون يعطيها الصحه كما تعودنا عليها وكيف كيف كانوا معبي المسرح وعطينا الصحه الناس الكل كيف الكل خدمه مهرجان خدم جماعه التنظيم يعطيهم الصحه واحد واحد لا من كيف كيف الحمايه ديما لا من موجود ديما رادس موجوده وبالطبيعه نشكر ديما الصحافه اللي موجوده اليوم معنا سي توفيق طرفاني يعطيك الصحه والسلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله مداي ورمداي نحب نحكي في الحاجة وفي الإطار اللي احنا فيه اللي هو الإعلام. نشكروا الصحفيين اللي كانوا معنا في المهرجان نشكروا الناس اللي كانت وقتها نشكروا كنتي على رأسهم وإن شاء الله أخويا يكونوا عجب الناس المهرجان بتاعنا وإن شاء الله يكون قد المسؤولية اللي عملناها وكاوة ذا النجم نقولوا ليك ستوفيق شكرا لك يا مرحبا إن شاء الله يكون عجب الناس كلها وعرف ممتاز وجهة ديما متعرفة.